ازيكم يا شباب؟ معاكم فادي عضلات ورجعت لكم فيديو جديد. والله يا جماعه وحشني كتير جدا جدا جدا. معلش انا امبارح نزلت الفيديو بتاع اكله السمك في وقت مش مناسب خالص، انا نزلته الساعه 4 عشان كده اغلبكم ما شافوهوش، فهحط لكم الفيديو في شاشه النهايه عشان تتفرجوا عليه. فيديو جميل قوي، انصحكم تتفرجوا عليه بجد جامد. وعايز اقول لكم يا جماعه ان انا في فيديو جامد قوي 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 نزلته على قناه تفجير التجميل بتاعه الالعاب، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، روحوا شوفوه بجد هتتبسطوا قوي 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 قوي. عايزين بقى يا جماعه نفجر الفيديو ده باللايكات، عايزين اكتر من 10000 لايك. ما تاثروش يا جماعه في اللايكات، انتوا تقدروا اكتر من 10000 لايك، دي سهله جدا 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 يعني. واللي مش مشترك في القناه انصحك تنزل تشترك فورا من زرار ما تحت الفيديو، لان بجد هيفوتك كتير قوي لو ما اشتركتش في القناه. ويلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. بص بقى يا جماعه، النهارده والله يا جماعه انا محرج منكم جدا، لان الايام دي مش عارف اعمل لكم فيديوهات لوجبات حلوه. والفكره كلها يا جماعه، هو اولا يا جماعه انا في عندي نوعين من فيديوهات الاكل على القناه. في فيديوهات لتجارب منتجات من السوبر ماركت زي شوكولاتات وكيكات والكلام ده والبسكوتات والحاجات دي يعني، ومشروبات من السوبر ماركت والكلام ده، وفي اكلات اللي هي عباره عن وجبات بقى او سندوتشات من مطاعم والحاجات دي. طبعا الناس بتحب ايه اكتر؟ الناس بتحب الوجبات والسندوتشات اكتر بكتير جدا من تجارب منتجات من السوبر ماركت. وبصراحه ده اللي انا بحاول اسعى ان انا اعمله اكتر، اللي هي تجارب الوجبات، الوجبات كمان اكتر من السندوتشات. بص يا جماعه، هي الفكره برده مش ان انا مجرد اعمل فيديوهات كده وانا بتغدى وخلاص، لا لا مش دي الفكرة ان انا بحب ان انا اعمل فيديوهات تجارب اكلات من مطاعم عشان يبقى كمان الفيديو مفيد، يعني جربت لك اكلة جديدة او جربت مطعم جديد، او مش مجرد ان انا طالع اكل وخلاص. لكن الايام دي مش عارف احقق الكلام ده للاسف يا جماعة، يعني وعمال اكل اكل كده من البيت وخلاص، مش عارف ان انا اجرب لكم وجبات من مطاعم. معلش يا جماعة استحملوا الفترة ديت لغاية بس ما تعدي وان شاء الله. يعني اصل هي الفكرة ان انا لو استنيت لغاية ما موضوع الكورونا يخلص عشان اعمل لكم فيديوهات الوجبات الحلوة اللي بتحبوها، للاسف يبقى انا مش هعمل فيديوهات خالص وهتنسوني وهتنسوا القناة. انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اسلكم في فترة الحظر على قد ما نقدر. معلش بضطر اعمل لكم فيديوهات كده مؤقتة، يعني استحملوا لغاية ما ايه ما الامور تظبط وكده. النهاردة يا جماعة هجرب لكم منتج من السوبر ماركت. المنتج عبارة عن انواع جديدة من الهوهوز. بص يا جماعة، الهوهوز بشكل جديد خالص مختلف، غير الشكل العادي اللي كنا عارفينه زمان. وطبعا يا جماعه في الحقيقه انا من عشاق الهوهوز، واكيد مش انا لوحدي، يعني الناس كلها اعتقد او نسبه كبيره جدا من الناس بتحب الهوهوز. اكتبوا لي بالحق في الكومنتات بتحبوا الهوهوز ولا لا. لكن زي ما انتم شايفين في شكل جديد مختلف. بصوا ده، يعني ده بصوا شكله، تحس كده ان الكيسه بقت اكبر والشكل الكيسه مختلف تماما. ده النوع اللي هو بايه ده، شوكولاته وفانيليا عادي تمام. في ده بقى الاصفر ده كيكه شوكولاته ملفوف محشي بالقهوه ومغطى بالكاكاو. انتوا تصدقوا ان انا كنت مفكر ان ده بالبندق؟ اللون الاصفر ده حسسني اني معرفش، يعني الشكل كده من بعيد حسيت ان ده بالبندق. لا، يبقى الاحمر ده اللي بالبندق اهو. حلو قوي ده، كيكه شوكولاته يا جماعه ملفوفه محشي بالكاكاو وعجينه البندق ومغطى بالكاكاو. الله جامد ده شكله. تقريبا ده اللي كان قصاده النوع اللي كانت ورقته بني، في نوع كانت ورقته بني كان كله شوكولاته من جوه ومن بره، فغالبا ده قصاد ده، يعني ده الشكل الجديد بتاعه. ودي قصاد النوع المعروف، يعني قبل كده كان في نوع برده ورقته زرقاء بس كان الشكل مختلف شويه. تقريبا ده اللي نوع جديد اللي بالقهوه ده. في بقى نوع لقيته ميني هوهوز، لقيته في سوبر ماركت لوحده كده ميني هوهوز بجنيه. اول مره اشوف الحجم ده. فطبعا الناس يا جماعه النهارده انا هحكي لكم قصه الهوهوز عشان في ناس مش عارفه القصه ديت، انا متاكد ان في ناس كتير مش عارفه القصه دي. بصوا يا جماعه، هو اللي حصل ايه؟ ان ده اتجوز دي، ده اتجوز دي تمام. انا ما اعرفش هو ليه في واحده اصغر من واحده، بصوا اقصر شويه، ما علينا. ده اتجوز دي تمام، فما خلفوش، فقام اتجوز دي، يعني اتجوز دي عليها تمام، يعني دي بقت ضرت دي. بصوا يا جماعه انا بشرح لكم بصوا يا جماعه، يعني بابسط الطرق عشان تفهموا القصه ماشيه ازاي تمام. يبقى دي كده ودي ايه؟ ضرر تمام. طيب هو اتجوز مين الاول؟ احنا قلنا ايه؟ يبقى دي الجديده تمام. المهم لما اتجوز دي طلعت دي بتخلف عادي، فخلفوا النون الصغنطوط ده. ايه رايكم في القصه ديت؟ بصوا يا جماعه، نسبه كتير من الناس ما تعرفش القصه ديت. اكتبوا لي في الكومنتات ان عارفين القصه دي ولا لا تمام. تيجوا نجرب ناكل النون الاول. يا خو يا لهو، حرام يا حرام، يعني عليك يا ابني. انا اكل النونو
انا هبدأ بده يا جماعة. تعالوا نشوف بقى احسن. طب الميني ده بايه؟ الميني ده كيك ذهبي، ذهبي محشي بكريمة الكاكاو، كيك ذهبي مش عارف. ما علينا، نفتح كده نشوف شكله. ده يا جماعة ده بصوا ميني، وهو ميني. ده الكيكة بتاعته عاملة زي اللي يعني مش مفهاش شوكولاتة من بره، كيكة كأنها كيكة عادية اللي هو زي يعني شبه التوينكس، بس مش، لا هي مش شبهها قوي. التوينكس بتبقى كيكة اسفنجية كده مختلفة، بس قصدي يعني شكلها مختلف خالص عن باقي الهوزات. بصوا يا جماعة شكلها عاملة ازاي، شايفين؟ تعالوا نجربها كده. هجرب كله اقول لكم انهي. دي شبه النايتي وطعمها شبه النايتي قوي. صراحة دي ما عجبتنيش، لاني دي ما تحسسكش باحساس الهوز، دي مدياني احساس النايتي فعلا. وانا ما احبش قوي ان الكيكه من بره تكون كيكه اسفنجيه ذهبي كده عادي، لا. فدي ما عجبتنيش. تعالوا نجرب النوع العادي بس نشوف ايه الجديد اللي فيه بقى. بس اللي انا مستغربه ان الزرقه دي اكبر. ما علينا. معلش يا جماعة استحملوا الفترة دي معايا عشان هتشوفوا ان شاء الله، ان شاء الله مجرد ما موضوع الكورونا يخلص على خير هتشوفوا فيديوهات صح الصح، هتشوفوا فيديوهات صح الصح. انا هكسر الترابيزة ليه طيب؟ معلش انا اسف يا جماعة، معلش. حماس زايد. هي نفس طعم هوز القديمة اللي كانت شبه دي يعني بالظبط، هو بس الفكره ان هم مكبرين حجمه شويه تقريبا او مغيرين ستايل الورقه. هجرب بقى اللي بالبندق، لا البندق هي اللي نجرب بقى اللي بالقهوه يا جماعه، لان النوع ده اول مره اشوفه اصلا، ما كانش فيه قبل كده هو هوز بالقهوه. وهوز بالقهوه ده يبقى ايه ده؟ بصوا شكلها عامله ازاي؟ الاول انا وريتكم شكل دي ولا لا؟ على فكره يا جماعه كله ب2 جنيه ما عدا الصغيره دي الميني دي بجنيه. بصوا يا جماعه شكلها هو الشكل العادي اللي هو الشكل المتعارف عليه. نجرب بقى دي. بصوا يا جماعه انا حاسس بدي بجو تاني مختلف. بصوا شكلها تحس كده ان انت الشكل مختلف تماما، الشكل كده تحس حاجه راقيه كده قوي. اما ادوق كده بصوا من جوه بني خالص من جوه. يعني مش حاسس قوي بطعم القهوه، بس فيها شويه كده يعني حاجه من طعم القهوه على خفيف قوي قوي. طبعا يا جماعه الحصه دي بتبقى مكسبات طعم، مش قهوه حقيقيه، فطبيعي ان ما بقاش ايه، مش هنحس بطعم القهوه بجد يعني. اخر واحده بقى اللي بالبندق، ودي اللي انا متحمس لها قوي. بصوا برضو شكلها جامد جدا جدا. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، جميله جدا. الشكل لسه بدوق بقى. هي شبه بالظبط الهوز اللي كانت ورقتها بني وطعمها زيها بالظبط، حلوه. لكن صراحه احلى نوع عجبني النهارده هو ده اللي بالقهوه، حاسه مختلف كده وطعم غريب كده جميل. من بره الشوكولاته مسكره ومن جوه ممرره شويه عشان تدي طعم القهوه يعني، فتحس كده بتناسق غريب في الطعم، تحس كده ان انت في متعه خاصه كده في الطعم. فبجد ده النوع اللي لو انا جيت اشتريه هوز تاني احب ان انا اشتريه، اللي بالقهوه. جامد جامد يا جدعان، جامد قوي بجد والله يا جماعه. يعني برضو خلينا واقعيين، هو رغم ان فيديوهات الوجبات والغداء والحاجات دي هي اللي بتجيب تفاعل اكتر، لكن انا شايف برضو ان فيديوهات تجارب حاجات من السوبر ماركت دي مش وحشه، انها تفيد ناس كتير يعني. في ناس تبقى عايزه تشتري الحاجه من السوبر ماركت
ومحتارة طب اجيب ده ولا ده، خاصة بقى لو حاجات غالية. وبرضو الحاجات دي مش قاعدة قوي، يعني ممكن حاجة تعجبني تختلف انت معايا في الرأي، ما تعجبكش انت قوي. بص يا جماعة، رأيي بيبقى رأي شخصي من خلال الحاجات اللي انا جربتها انا بحب ايه، لكن ده ممكن يختلف معاك. يعني انا مثلا لو في حاجة بالشطة انا محبهاش، انت ممكن تكون بتحب اللي بالشطة. فاحنا انا بقول لك رأيي اه، بس برضو في الاخر الامر بيكون راجع ليك انت. بس كده اتمنى يكون عجبكم الفيديو. في حاجة عايز اقولها لكم يا جماعة بقى مهمة جدا، انا عندي جروبات كتير، 3 جروبات. عندي اكبر جروب اسمه جيمرز اند يوتيوبرز، ده معدي 70,000. وفي عندي جروب ببجي موبايل قرب من 20,000. وفي عندي جروب فادي عضلات عدى ال 5,000. حلو قوي ان عدى ال 5,000، بس نفسي بقى نوصل ل 10,000 عضو في اقرب وقت. فهحط لكم لينكات الجروبات دي كلها يا جماعه في اول كومنت. هجوم بقى كلكم اشتركوا في الجروبات دي كلها، وانشروا فيها بالفيديوهات براحتكم لو انتم يوتيوبرز يعني وكده. بس كده يا جماعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. استنوا بقى اخبط لكم الكاميرا.